أن خير عبادة هي في انتظارك أيها المتغيب. فلتنظر الدنيا لشيعة حيدر، ولسوف يأخذها الذهول وتعجب. تمضي القرون ونحن وشوقنا للقاء مولانا أشد وأطيب. لا يعتريه اليأس من طول المدى، أو تعتريه ملالة وتذبذب. إن أشرقت شمس الصباح ترى الرجا للقائه متآهبا يتوثب. حتى وإن حل الظلام فنحن في أمل بأن غدا لوعد أقرب. وتظل تسألنا أناس ما الذي يرجى لمن هو خائف مترقب. ظنوا سفاها أن ما نرجوه أقرب للخيال وليس مما يطلب. لو يعلمون بأن طول تلهف منا إليه عبادة وتقرب، لتبينوا من بعد طول جهالة إنا لموعد ربنا نترقب.